بس استمتع. بعد كده اتكلمنا عن الهيستولوجي وان احنا بنتقسم الى انتيريور بيتيوتري وبوستيريور بيتيوتري كونكتد مع الهايبوثالامس ثرو وات وي كول ات ذا بيتيوتري ستوك. الحاجه الوحيده اللي هتخرم السله من فوق هتخرم الدايفراجم السلي وتعدي فوق عشان تبقى كونكتد مع الهايبوثالامس. اتفقنا ان الكونكشن ما بين البوستيريور بيتيوتري والهايبوثالامس از ا نيرفس كونكشن عن طريق وجود الاكسونز بتاعه السوبرا اوبتيك اند بارا فنتريكولار نيوكلي اللي بيصنعوا الاوكسيتوسين اند انتي دايريتيك هرمون. بينما الانتيريور بيتيوتري موجود فيها خلايا اتفقنا ان فيها ما يسمى سوماتوتروفس اند ماموتروفس. سوماتوتروفس هما اللي بيعملوا سكريشن للكروس هرمون، ماموتروفس او لاكتوتروفس بيعملوا سكريشن للبرولاكتين. ثم بعد كده البيزوفيل سيلز اللي اتفقنا عليهم ثايموتروفس هتطلع تي اس اتش، كورتيكوتروفس هتطلع اي سي تي اتش، اند جوناتوتروفس هتطلع اف اس اتش وال اتش. ثم الستيم سيلز اللي هم الكروموفور سيلز. ابتدينا نتكلم عن اول خليه هي السوماتوتروف، والسوماتوتروف بتطلع جروس هرمون اللي ليه تو اكشنز. First one is growth promotion through divisions of cells. واتفقنا ان الكلام ده بيتم indirectly through acting on its receptor. The growth hormone هيطلع IGF-1. ال IGF-1 او insulin-like growth factor 1 induce proliferation of cells. وال IGF-1 ده هو اللي هيعمل feedback inhibition على secretion of growth hormone to control its level. في نفس الوقت دي دايركت اكشن بنسميها ميتابوليك اكشن انه دايابيتوجينيك لايبوليتيك اند بوزيتيف نيتروجين بالانس. اتكلمنا بعد كده عن ايه اللي بيتحكم في السكريشنز بتاعته اساسا الاي جي اف 1 من خلال لعبه على تو هرمونز موجودين في الهايبوثالامس، جروس هرمون ريليزنج هرمون اند جروس هرمون ريليز انهبيتنج هرمون اللي هيبقوا سكريتد جوه الكابيلرز الموجوده في الميديان امينينس بتاع الهايبوثالامس، ثم يخرجوا مره اخرى من الكابيلر الثانيه اللي موجوده في الانتيريو بيتيوتري سواء ستيمولاتنج او انهبيتنج السكريشن. واتفقنا ان في فيسيولوجيكال فاكتورز ممكن تزود الجروس هرمون، سليب وده الاستريس هرمون الوحيد اللي بيزيد خلال فتره النوم هو الجروس هرمون، اكسرسايز نمره 2، نمرة ثلاثة عندنا اتفقنا حاجة تانية الاكسرسايزز والستريس حتى السايكولوجيكال ستريس. واتكلمنا عن الانسولين انديوس دايبوجلايسيميا او الهايبوجلايسيميا، فاحنا بنستغلها لما اجي ادور على واحد عنده جروس هرمون ديفيشنس ولا لا، ممكن اعمل له انسولين انديوس دايبوجلايسيميا بس بطلناها لخطورتها. اللي بنعمله دلوقتي بندي ارجينين اللي هو موجود في الاكل، بس احنا بنديه مركز في انفيوجن عشان استيميوليت ريليز الجروس هرمون. في دواء ضغط ما بناش نستعمله ولكن بيستعمل بس لانه استيميوليت الجروس هرمون سكريشن اسمه كلونيدين الفا 2 اجونست والجلوكاجون. وقلنا بالمنطق ليه الجلوكاجون بيستيميوليت؟ الجلوكاجون لان هي عمليه تبادليه، يعني عايز اقول لك على حاجه، برغم ان الجلوكاجون ده بيعاكس الانسولين صح؟ لانه ستيميوليت الانسولين سكريشن. يبقى انا بعمل ايه؟ بوسع والم في نفس الوقت. وبناء عليه هو بيشترك الجلوكاجون مع الجروس هرمون في انهم يعكسوا الانسولين ويحافظوا على السكر، فبالتالي الجلوكاجون هيزود السكريشن في الجروس هرمون. عشان الاثنين بيشتركوا في الاخر في تارجت واحد يعني. اوكي يا اولاد؟ عظيم. الخطوة اللي عندنا بعد كده اتكلمنا عن ان الاوبوزيت افكت هيعمل سبريشن. الاوبوزيت افكت اللي عندنا ان انا اعمل هايبر جلايسيميا. طب وده استغلناه في ايه؟ استغلناه في عيان عنده اكروميجالي وجروس هرمون بتاعه عالي، فوالله انا بعمل تحليل لواحد طلع جروس هرمون عالي. هل هو اكروميجالي فعلا ولا لا؟ ده الدكتور لما لقي مناخيره كبرت شويه قال له بقول لك ايه؟ انا خايف ان يكون عندك زياده في هرمون النمو. قال له يعني ايه؟ قال له يبقى عندك ورم. وزي ما قلنا بتوع الطب دايما ملاحظهم دمش. قال له في ورم فين يا دكتور؟ قال له في المخ. تاكدوا بقى الاستريس ده يعني مدى درجته قد ايه؟ لان احنا ما بنتعلمش في مصر عنصر مهم جدا هو عنصر ازاي تتعامل مع العيان.
حضراتكم من ضمن الاخطاء في التعليم المصري، لكن في الايام المصريين بناخد بالنا منه، بنعلمك ازاي تتعامل مع البني ادم كبني ادم. وفي نكتة مشهورة وحكاية مشهورة جدا كانت فضيحة في مصر، بتدل على ان انتم بتعاملوا العيان على انه كيس جوافة مش على انه عيان. ما تاخدوا نساء في كشك الولادة هتلاقي الدكتور بيدخل ايده ويشوف السيرفكس اتفتح قد ايه عشان جه تولد ولا لسه قدامها واحد. تمام؟ طب دكتور دخل وحصلت، دخل على كشك النساء، تمام، دخلت الحكيمة قبل وقالت كل الستات تقلع اللي هم على وش ولادة. فهو الراجل ما بصش وش عيان، ما يفرقش، ما ده دكتور مصري يعني. 70 4 سنتي 6 سنتي، واحدة لقى السيرفكس بتاعها مقفول خالص. فبص لها باستغراب بقى ابتدى ياخد باله. فبقول لها ده انت مين؟ قالت له انا مرافقة مع الست اللي جنبي. ومن هنا انا استدل ان هو ما بصش على وش الست، ان الست دي كبيرة لو يمكن تكون عامل. ثم نستدل على حاجة تانية، الشعب المصري الغلبان، واي واحدة يقول لها تقلع تقلع. فرجاء لما تتعاملوا مع الناس تعاملوا على انهم بشر، لازم تراعي لفظك وملفظك، لازم تاخد بالك ان ده بني ادم وان الكلمه تقتل. فبالتالي لما قالوا في وشه انت عندك ورم في المخ، مش بس كده بقى، ده هو الدكتور راح يسحب منه عيان في المعمل كالعاده ما بتبصلوش، يعني حتى ما عبروش وقالوا ما تخافش، قعدت حتى كلمه هداه، لا هو ملوش دعوه ايدك. طبعا هو خايف من الابره وخايف من الورم في المخ، فاجيب الجروس هرمون عالي. فعلا الجروس هرمون العالي ده سببه بالتوتر ولا سببه فعلا اكروميجالي؟ هو ده السؤال. وعشان كده يهمني اعرف ايه اللي بيسبريس الجروس هرمون. ما هو لو الزياده دي مع الاستريس ده فيسيولوجي صح؟ يبقى الخلايا اللي فوق دي نورمال. فبالتالي لو انا اديتها فيسيولوجيكال سبريسنت هتبقى سبريسنت صح؟ انما لو ده اكروميجالي الخلايا اللي فوق دي مش نورمال، يعني نورمال سيلز. فبالتالي هي بتطلع سكريشن جامد جدا. لو انا اديتها جلوكوز هتقول لك ايه العبيط اهو، لان هي نوت نورمال سيل كود نوت بي سبريس. ومن هنا لابد من استعمال ايه؟ من استعمال سبريسور عشان احدد هل دي فعلا حاله اكروميدالي ولا الحاله بتاعتي دهيت ده نورمال وده من الاستريس عالي. فبدي العيان ده انترافينوس جلوكوز وارجع اقيس الجلوكوز هرمون. اذا بقى سبريس يبقى الراجل ده ما عندوش اكروميدالي، ده الجلوكوز هرمون عالي من التوتر. انما اف نوت سبريس دي باثولوجيكال سيل وده اكروميجا. وبالتالي ايه اللي يخلي الجروس هرمون يبقى سبريس؟ جلوكوز واحد، ترايجلسرايدز اثنين، ما هو بيعمل لايبوليسيس فبالتالي الفيدباك هتعمله انهبيشن، والكورتيزول. وعشان كده الناس اللي بيجي لهم كوشنج بمستنقع الجروس احد الاسباب ان الكورتيزول انهبت الجروس هرمون. يبقى كده عرفنا والهدف جروس هرمون ايه الاكشنز بتاعته، ايه اللي ستيميوليت الجروس هرمون سكريشن، اند وات انهبيتس الجروس هرمون سكريشن. تاني هرمون عندي هو البرولاكتين. وخدوا بالكم من نقطه مهمه جدا لازم نفهم الحكايه صح. برولاكتين هرمون الحليب، البرولاكتين بتاعنا لازم يشتغل على بريست جاهز، يعني لازم نشتغل على بريست في داكتس وفي موجود عندي الفيولاي وداكتس، يعني لازم اوريدي البريست ده يكون اتعرض لاستروجين والاستروجين هو اللي هيعمل الفيولاي وبروجستيرون يعمل الداكتس. معنى كده ان لو انا اديت برولاكتين لراجل مش هيجيله جلاكتوريه لان ما عندوش ايه؟ لا الفيولاي ولا داكت لانه ما عندوش استروجين ولا عنده بروجستيرون. فلازم يشتغل على بريست برايمد باي استروجين اند بروجستيرون. لما بيطلع بقى هنا البرولاكتين ويلاقي البريست ده جاهز بيروح مكون ملك. مكون ايه؟ ملك عظيم. في خليه هنا اسمها مايوفايبروبلاست هنعرف دورها بعد شويه. يبقى بناء عليه ميزه البرولاكتين انه لو في بريست جاهز وعين البرولاكتين هيكون ايه؟ هيكون جواه ملك. عظيم. في الواقع البرولاكتين بتاعنا ده اللي بيخرج من اللاكتوتروف از اندر سبريشن من الهايبوثالاموس بماده مهمه جدا اسمها الدوبامين. يبقى الدوبامين اللي بيطلع من الهايبوثالاموس
ثم يخرج في الكابيلاري اللي موجوده في الانتيرور بيتيوتري سبريسز الدوبامين سبريسز البرولاكتين. يبقى جروسو مور لي تو هرمون، واحد يزود واحد يقلل، لكن الدوبامين ملوش غير واحد بس، يقلل ولا يزود؟ اللي هو الدوبامين يقلل. عشان كده حضراتكم واديني بنبه اهو، اللي بياخد دوبامينرجيك اجونيست بمعنى الموتيليا ميتاكلوبرومايد بريمبران والمصيبة السوداء ادوية القولون في دواء اسمه كولونا مشهور جدا، في المادة بتاعته السليبرايد او الدوبماتيل دوبامينرجيك انتاجونست، فبيجيلي بنات كتير جدا تقول لي في ملك طالع من البريست والدورة وقفت والدورة وقفت، قبل ما افكر ان في ورم في المخ بسال اخبار القولون العصب ايه، تقول لي اه ده انا على طول متعذبه، ده البيز بقى بتاع طب يعني. خد بالكم بنات طب فيهم حاجتين، قولون عصبي وشعر بيقع، زي ما تعرفوا في الجلديه كده اي ستريس بيوقع الشعر لمده 6 شهور بعد، والولاد برضه ما تقلقوش لا راعي راعي الخمس، في 6 شهور بعد الاستريس الشعر بيقع، وانتوا بتعدوا 6 شهور من غير امتحان بس، فالعمليه كونتينوس ده عادي وطبيعي يعني ما تقلقوش. يبقى هنا مهم جدا عندنا بلاش تلعب بالدوبامينرجيك انتاجونست زي الدوبماتيل ميتاكلوبرومايد والدومبريمون. في الحالات اللي زي دي يا شباب بيبتدي يخرج برولاكتين، اللي انا عجزت الدوبامين بيخرج البرولاكتين عادي، فلاقي الفيميل جايه بتقول لك انا لا حامل ولا برضع، عندي بريست ديستشارج والدوره وقفت. نفهم دي كويس قوي، البرولاكتين العالي بيوقف الجونادوتروفين ريليزنج هرمون، اديني بنبه البرولاكتين العالي بيطلع على الهايبوثالاموس يوقف الجونادوتروفين ريليزنج هرمون، فالدوره بتقف في الستات وفي الرجاله يجي لهم هايبوجوناديزم، مفهوم؟ يبقى البرولاكتين تاني اللي بيطلع من اللاكتوتروف انظر انهبيشن اوف دوبامين. وعشان كده لو قطعت البيتيوتري ستوك اللي واصله ما بين البيتيوتري والهايبوثالاموس كل الهرمونات بتاعت البيتيوتري بتقل ما عدا هرمون واحد هيزيد هو البرولاكتين، مفهوم؟ عظيم. يبقى البرولاكتين بتاعنا دور انه يشتغل على بريست برايمت ويز استروجين اند بروجسترون عشان يكون ملك، لكن ملوش دعوه بالايجكشن اوف ميلك، الايجكشن ده اوكسيتوسين، لما البيبي يبتدي يرضع هيطلع من فصيل البيتيوتري اكستوسين هرمون يعمل كونتراكشن للماي فايبروبلاست فترمي الملك بره، لكن تكوين الملك برولاكتين. از ات كلير؟ عظيم. في الواقع والحته دي هنبقى نرجع لها قدام تاني، الاستروجين ستيميوليت البرولاكتين سكريشن، بمعنى ايه؟ بمعنى ان الحامل عندها بلاسنتا والبلاسنتا دي بتطلع استروجين بالعبيط، فالاستروجين ده هيخلي البرولاكتين عند الست الحامل عالي في السماء، بس الحامل ما بترضعش، صح؟ مع ان عندها برولاكتين عالي. ليه؟ عشان الاستروجين بلوك الاكشن اوف برولاكتين على البريست، بيضحك عليه بالبلدي يقول له اطلع كتير 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 كتير، بعد يقول له مش هتلعب ويقعده. عشان كده الست اول ما بتولد وتنزل البلاسينتا ويبتدي يهبط مستوى الاستروجين يبتدي الملك يشتغل، صح؟ طب البلاسينتا نزلت يعني مفيش استروجين، صح؟ طب ايه اللي هيخلي البرولاكتين يفضل عالي؟ ما بتفضل ترضع عامين، ايه اللي هيخلي البرولاكتين يفضل عالي؟ ساكلينج اوف بيبي، طول ما البيبي بيرضع ده ستيمولينج مش الاوكسيتوسين بس، البرولاكتين كمان، وعشان كده الولد ده لو قعد فتره ما يرضعش الملك بيقف، مفهوم يا شباب؟ يبقى كده عرفنا البرولاكتين بيطلع منين وايه الهرمون اللي بيتحكم فيه بالانهبيشن من الاثنين، وايه اللي بيزود السكريشن والبرولاكتين لغايه لما ناخد الصوره كامله، دي حاجه. ودوره الاساسي في الرجاله ما بيعملش جلاكتوريا لان ما فيش بريست، لكن يعمل هايبوجوناديزم يوقف التستوستيرون سكريشن، وبالتالي تلاقي الراجل ما بقاش يحلق دقنه وما بتطلعوش دقن وما عندوش اريكشن ولا ليبيدو ولا رغبه، دي هنسميها هايبوجوناديزم. يبقى عندي تو هرمونز عرفناها، جروس هرمون نمره 2 برولاكتين. فايروتروفز بقى
بتطلع تي اس اتش. تي اس اتش ده يا اولاد بيشتغل على مين؟ على الثايرويد جلاند اسمه ثايرويد ستيمولاتنج هرمون. مش بس بيخليها تصنع كتير ثايرويد هرمون، ده كمان بيكبر الحجم بتاعها ويزود الفاسكولاريتي. وبالتالي with normal level of TSH جلاند حجمها طبيعي وشغاله طبيعي، لكن لو حصل ان هو زاد قوي بيكبر حجم الجلاند ويزود السكريشن بتاعها. يبقى هو بيتحكم في الثنسز اوف T3 T4 والسايز اوف ذا جلاند. يبقى ده TSH، ده فيدباك عشان بس نتفق من دلوقتي، بمعنى الرسول اللي بينزل من المايسترو فوق. طيب لو في عيان الثايرويد اتدمر، جهاز المناعه ده طار زي مرض اسمه هاشيمونو، اصبح مفيش T3 ولا T4، مين هيعلى؟ TSH. وعشان كده في الهايبوثايرويديزم هلاقي TSH ايه؟ عالي، عشان محدش ينبه. And it is the most sensitive test for thyroid is TSH. مفهوم؟ يعني اكتر اختبار حساس لوظيفة الغدة الدرقية مش هرمونات الغدة الدرقية، TSH بتاع كده. طب لو في thyrotoxicosis والدنيا مش داعية لتحت، و T3 و T4 بالعبيط هيطلعوا يعملوا فيدباك انهبيشن، وبالتالي في الثايروتوكسيكوزيس هلاقي تي اس اتش ايه؟ واطي، ساعات بنلاقيه زيرو، ساعات بنلاقيه زيرو من كتر الليفل ما هو عالي. معلومه ما بين قوسين هيبقى لها تطبيق قدام، هيبقى لها تطبيق مهم جدا قدام. كتير من الستات ساعات بيكوني عندهم جلاكتورين، عندهم جلاكتورين ولا بتاخد دواء ولا في ورم في المخ، ولا في ورم في المخ. ببص في وشها الاقي مكتوب في وشها مكسديما، لوست اوتر سيرد اوف اي براو، وعينيها منفخه وشعرها بيقع، وتقول لها صباح الخير ترد عليك بعد ساعتين، طلع بفاتك. ايه وجه العلاقه؟ لو حصل ان الثايرويد هرمون قل، مين زاد؟ تي اس اتش. مين اللي زود التي اس اتش؟ التي ار اتش بتاع الهايبوثالامس. التي ار اتش ليه دراعين، لما بيزيد بيزود التي اس اتش ويزود البرولاكتين. وعشان كده حالات المكسديما عندها هايبر برولاكتينيميا وجلاكتوريه. مفهومه دي؟ يبقى بالتالي اديني بنبه، وهنرجع نتكلم تاني ساعتها. الحالات اللي عندها جلاكتوريه لما يبقى عندها هايبوثايروديزم، عالج الهايبوثايروديزم، هيقل التي ار اتش، هيقل البرولاكتين. ما تقعدش بقى تدخلها بسكك واحتمال يكون في ورم في البيتيوتري وتعمل لها ام ار ار. عالج الهايبوثايروديزم لان التي ار اتش بيزود التي اس اتش والبرولاكتين. خليكم فاكرين دي كويس. فين يا شباب؟ يبقى عرفنا دلوقتي التي اس اتش بيشتغل ازاي والميكانيزم اوف فيدباك انهبيشن، وحته التي ار اتش مهمه جدا، اللي لو زاد التي ار اتش مع المكسديما هيزود تي اس اتش، اي نعم بس هيزود الهرمون الرابع عندنا اللي هيطلع من الكورتيكوتروفس اي سي تي اتش، ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. بصوا بقى المهم، الادرينو كورتيكوتروفيك هرمون ده او كورتيكوتروبين الاسم الثاني اللي بيطلع من الكورتيكوتروفس بيشتغل على السوبرا رينال جلاند، بيعمل حاجتين مش حاجه واحده، حاجه كلكم عارفينها، كورتيزول، بيطلع كورتيزول سهله. لكن في حاجه ثانيه في غايه الاهميه، انه بيطلع هي السوبرا رينال بتطلع كام هرمون؟ كورتكس، الستيرون، كورتيزول، اند بالظبط كده اندروجين، ادرينال اندروجين. الادرينال اندروجين stimulated by ACTH. stimulated by ACTH. حلو. ستات ورجالة عندنا ACTH صح؟ وبناء عليه ستات ورجالة عندنا كورتيزون وعندنا ادرينال اندروجين. طب الراجل معروف الاندروجين ليه؟ طب ليه الست بقى فيها سنة اندروجين؟ عشان العضلات، عشان العظم، عشان الليبيدو الرغبة. وبالتالي مهم جدا يكون في ادرينال اندروجين. ده مش بس كده مهم، خدوا بالكم ان في شعر مشترك ما بين الستات والرجاله،
الاكزيلاري هير واللور برضه بيوبيك هير في الستات والرجاله. بيعتمد على الادرينال اندوش والاثنين موجودين عند الستات والرجاله. فبالتالي مهم جدا ان الاس تي اتش يشتغل على السوبرا رينال عشان يطلع الكورتيزول، وده في كلام كتير فيها كوظيفه حيويه واساسيه. انما الاس تي اتش بيطلع الادرينال اندروجينز اللي بتشتغل على العضلات على العظم في الستات والرجاله، وتطلع الاكزيلري واللور برضه كيوبيك هير. في مرحله الشباب مش بيطلع حرب الشباب الاكني ده سبب الادرينال اندروجين، ده سبب الادرينال اندروجين. وعشان كده لو في ورم طلع في الانتيرو بيتيوتري طلع اي سي تي اتش للعبيط، بيبقى في كوشن ديزيز. هناخد ان معاه اكني، وهناخد ان الستات يجي لها صلع من هنا عشان الاندروجين، يطلع لها شنب ودقن لان الاندروجين عيب. يبقى تاني الاي سي تي اتش ليه وظيفتين دلوقتي، يطلع كورتيزول من السوبرا رينال، ونمره اتنين يطلع ادرينال اندروجين. ادرينال اندروجين كورتيزول هو اللي هيعمل فيدباك انهبيشن عليه تو كنترول السكريشن. الهرمون اللي بعد كده بقى، وده مهم لان ما اعرفش ليه دايما بتبقى منسي شويه لانه بيضيع ما بيننا وما بين النساء، جونادوتروبس. جونادوتروبس بتطلع اف اس اتش وبتطلع ال اتش. Under control of gonadotropin releasing hormone اللي بيطلع منين؟ طالما كلمة releasing يبقى من الهايبوثالامس. اوكي؟ حلو. الـ FSH اسمه follicle stimulating hormone. الاسم ده جه منين؟ يستيميليت مين؟ جرافيان فوليكل سبيل اوفر. وكل ما الجرافيان فوليكل بتكبر بتطلع استروجين. يبقى الغاية دلوقتي عرفت ان البيتيوتري لما تطلع اف اس اتش يشتغل على الاوفري، جرافيان فوليكنز بتكبر وهتطلع لنا استروجين. الاستروجين ده مهم جدا. الاستروجين ده هو اللي هيكبر البريست، يحافظ على السكندري سيكشوال كاركتر، وفي نفس الوقت كمان في اليوترس يبتدي يعمل الاندوميتريال سيكل. طبعا كده متفقين. في الواقع الفوليكل دي وهي بتكبر بتطلع هرمون مهم جدا نبقى عارفينه اسمه انهيبين. من اسمه انهيبين انهيبيشن. ده بيعمل فيدباك انهيبيشن على الفوليكل ستيبيليتي. يبقى هنا الاف اس اتش اللي طالع اندر ستيميوليشن من اندروتروفين ريليزنج هرمون كبر الجرافيان فوليكل في الاوفري. كل ما بتكبر الجرافيان فوليكل بيطلع استروجين. الاستروجين ده بيكون البريست والسكندري سيكشوال كاركتر للفيميل ويعمل اللايننج بتاع الاندوميتريا. كل ما دي بتكبر وتطلع استروجين بتطلع انهيبين يعمل فيدباك انهيبيشن على الاف اس اتش سكريشن. وانس اللي هي كبرت وبقت ماتيور بيطلع قش من هنا من ما يسمى ال اتش ليوتينايزنج هرمون. ليوتينايزنج هرمون ده هيفرقع الجرافيان فوليكل ويطلع الاوفر، وما يتبقى يبقى اسمه كوربس ليوتيم. يبقى هنا لحظه التبويض. ال اتش ده يفرقع اللي هو طالع من جونادوتروبس، يفرقع الجرافيان فوليكل فخرجت الاوفر، واللي يفضل مننا بنسميه كوربس ليوتيم او الجسم الاصفر. الكوربس ليوتيم ده بيطلع بروجستيرون. بروجستيرون ده بقى هيعمل السكريتوري تشينجز في الاندوميتريا ويعمل سبورت للاندوميتريا. يمكن الاوفا اللي خرجت تلاقي سبيرم، ولو لقيت سبيرم هتبتدي تتكون الميريولا، ثم تاخد البلاسينتا دور الكوربس ليوتيريم بعد شويه في المحافظه على الاندوميتريال اوبريت. لكن لو ما حصلش فيرتلايزيشن في الحاله دي بعد شويه الكوربس ليوتيريم اللي هو عمال يطلع بروجستيرون اندر ال اتش يحصل له ديجنريشن فيقل البروجستيرون، وبالتالي يتساقط الاندوميتريم لتحت ويبقى عندنا ما يسمى باسم
السايكل او الريستوريشن. يبقى هنا وجود الاستروجين والبروجستيرون اللي طالع من الاوفرين اعتمد على وجود اولا اف اس اتش وعلى وجود ال اتش اللي طالعين من الانتيرو بيتيوتري اند ذي ار بوث اندر ستيميوليشن اوف جونادوتروفين ريليز هرمون. كلنا نعرف. طب دور الاف اس اتش في الرجاله ايه؟ مش الرجاله عندهم اف اس اتش؟ سبرماتوجينيسيس. عمليه تكوين الحيوانات المنويه بتعتمد على اف اس اتش لدرجه ان لو في فيلير اوف سبرماتوجينيسيس يعني واحد سيمينيفراس تيبيولز اتدمرت عنده بعرف ان ما عندوش سبرماتوجينيسيس لما اقيس الاف اس اتش. هل ده عالي ولا واطي؟ عالي. وعشان كده اول ما الاقي الاف اس اتش عالي او في فيلير اوف سبرماتوجينيسيس يبقى الاف اس اتش في الرجاله مسؤول عن سبرماتوجينيسيس. انما ال ال اتش في الرجاله هيشتغل على الانترستيشال سيلز اللي موجوده في التستيكلز ويطلع تستوستيرون. التستوستيرون ده بقى اللي يدي المظهر الرجولي، عضلات اكتر، عظمه اكتر، الهيموجلوبين في الرجاله اكتر من الستات عشان التستوستيرون، ويبتدي يطلع شعر الميد لاين، الشنب والدق وشعر السن. ما عادش يفرح قوي من الرجاله يعني القطه ليها شنب يعني، الصرصار ليه شنب. كيف الرجاله مش تستوستيرون تصرفات يا شباب. اوكي يا اولاد؟ يبقى هنا مهم جدا هذا الوضع، وكمان التستوستيرون هو اللي بيدي الرغبه. وعشان كده لما يجي راجل يقول لك ما عندوش مش عنده مشكله في الانتصاب، اريكتال ديسفانكشن، ممكن يبقى نيرف، ممكن يبقى ارتري ضيق، وممكن يبقى هرمون مش موجود تستوستيرون. بعرف سؤال واحد بس، في رغبه ولا ما فيش؟ يقول لك في رغبه بس مش قادر، يبقى الهرمون كويس. دي مشكله نيرف او ارتري او سايكيك. لكن لو قال لك مفيش رغبه خالص يبقى ده التستوستيرون الضرر والهايبوتنسيف. مفهوم يا شباب؟ يبقى التستوستيرون مهم اساسي مش بس للبوتنسي، للليبيدو بالنظام. لغايه كده عرفنا عندنا ان الاف اس اتش والال اتش مهم جدا في الستات، وعشان كده لو ضرب الاف اس اتش والال اتش ده في المنوبوز بيحصل مشكله زيها بالظبط كده. هنا الاوفري لما بيبوظ الاف اس اتش والال اتش بيعلى، بس لا حياه لما تنام مفيش استروجين ولا بروجستيرون، فيحصل اطروفي في البريست، يحصل دراينس في الفاجينا، والدوره تقع في مين ما يسمى بسن الجهاز. مفهوم يا شباب؟ يبقى الاف اس اتش والال اتش لهم دور مهم في الستات وبرضه في الرجاله. دي ما تسمى باسم جونادو تروبس. حته اخيره هنا هي ما يلي، ان احنا ما بيطلعش عندنا ACTH من كورتيكوتروفينز لوحده. في الواقع بيتكون مولوكيول كبير من الكورتيكوتروف. هذا المولوكيول الكبير اسمه برو اوبيو ميلانو كورتين. برو اوبيو ميلانو كورتين. مولوكيول كبير جدا. المولوكيول ده اول ما يطلع جوه البيتيوتري بيتقطع منه حته، في الواقع الحته دي هي الـ ACTH. خلاص كده؟ يبقى هو بيتكون في صوره مولوكيول كبير من الكورتيكوتروف. المولوكيول ده اسمه بروبوبيوم ميلانو كورتين. بيتقطع جوه الانتيريو بيتيوتري فيطلع عندي من هنا لهنا ACTH. شايفين الحته دي من ACTH؟ دي اسمها الفا ميلانوسايت ستيميليتد. جزء من الـ ACTH في الهيومنز هو الميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. وعشان كده في مرض اديسون لما يعلى الـ ACTH جدا في الدم بسبب ان السوبرا رينال ماتت، اللون العام بيحصل له ايه؟ بيغمق، لان احنا ما عندناش ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون لوحده، بيطلع بارت اوف برو اوبيوم ميلانو كورتين. برو اوبيوم ميلانو كورتين لما يتقطع ويطلع منه الـ ACTH بارت اوف ذا ACTH is the alpha melanocyte stimulating hormone. وفي حته هتتقطع لوحدها هنسميها بيتا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. يبقى البرو اوبيو ميلانوكورتين في ACTH اللي بارت منه الفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون. وعشان كده لو في اورام زي الهوموجينيك كارسينوما بتلعب في الكيمياء تطلع ACTH كتير بلاقي العيان اغمق، لان ضمنيا زاد الالفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون.
الجزء الثاني منه لما بيتقطع هيطلع بيتا ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون، والجزء الاخير ده اسمه بيتا لايبوتروبين، مش بروتين، بيتا لايبوتروبين، بيتا لايبوتروبين. كده نكون خلصنا الانتيريور بيتيوتري بكل اللي ليها واللي عليها. اي اسئله؟ نعم. بروتين هي جزء كبير طالع في الانيمالز، في خلايا بتطلع ميلانو ستيمولينت، ميلانو سايت ستيمولينت هرمون لوحده، يعني ما بيطلعش لوحده، بيطلع مولكيول كبير ويتقطع جوه البروتين، حته منه لما تطلع اسمها الاي سي تي اتش، جزء من الاي سي تي اتش ده يعتبر ميلانو سايت ستيمولينت، بيشتغل على ميلانو سايت. حته ثانيه من المولكيول دي اسمها بيتا ميلانو سايت ستيمولينت هرمون. لو انا مسكت القلم ده طلعته كده كوبي ميلانو بروتين، لما طلع ده اي سي تي اتش، الحته اللي ورا دي هي الفا ميلانو سايت ستيمولينت هرمون، في حته ثانيه هتتقطع يبقى اسمها بيتا ميلانو سايت ستيمولينت هرمون، الباقي اسمه بيتا لايبوتروف، يبقى هو مولوكيول واحد بيتقطع. يعني الالفا بس هي الجزء، الالفا هي الجزء اللي اسمه كده. في اي سؤال؟ ما هو يا اما كل حاجه اتفهمت يا اما مفيش حاجه اتفهمت. على العموم انتوا لسه جايين من الدراسه لسه ما واربو حاجه مهمه. احنا النهارده كام في الشهر؟ اربعه ايه؟ احنا سنه كام؟ عارفين بقى اللي هيجي لي في شهر 7/2017 ويجي يقول لي مزنوق، اقول له مزنوق في ايه؟ متاخر. طب ذاكرت ايه؟ الرد العادي، عارفينه؟ الابتسامه هي اهم، مفيش حاجه ومزنوق، ما هو الوقت قليل. هو وقت انت اول امتحان بينزل فجاه اهو اربعه قبلها بسنه، بنقول الامتحان في شهر 9، شهر 9/2017. لو سمحت بلاش المزاج بتاع طب كيفه زنقه، ما اشتغلش غير لما ينزل. طب يا حبيبي ما تخليك باحترامك، ليه بقى بالبيتيشن مرفرفه وفي عيال ايه؟ مش على قلبه مراوح، ده حاطط اير كونديشن. يبقى فاضل شهر. في مره اتصل بيا ولد، كنا في البريك بتاع المصيف في شهر 7، وقاعد في اسكندريه لقيته بيتصل بيا وبيعيط. هو المشكله مش انه بيعيط، المشكله بعد كده. ايه الحاجه يا ابني في ايه؟ هسقط ليه؟ ما ذاكرتش وبقى. طيب لما انزل مصر بقابلني اشوفك. طبعا هو فتح الباب دخل لقيت ما شاء الله فلق قد كده طول بعرض، وراح معيط تاني. تبص بغض النظر على ام الطب، على ام سنه 5، على ام البطه، عيب لما تعيط، عيب لما تعيط. طب ما ذاكرتش ليه؟ اقول له حصل وهسقط وامي هتروح فيها عيانه يخرب بيت سنين. لو سمحتوا ادينا بننبه، مطلوب منكم حاجه بسيطه جدا، اوكي؟ كل يوم تذاكر وخميس وجمعه اجازه، خلاص؟ اديني بنبه. غلطه حضراتكم المتكرره ان احنا بنعمل ايه؟ لا النهارده انا مش في المزاج. النهارده ولاد اختي جايين اقعد معاهم. لا ده في فيلم حلو النهارده وقاعد على الكمبيوتر. هعمل ايه؟ اخر الاسبوع هلم. يجي اخر الاسبوع لا ارتحت ولا لميت يا حبيبي. ليه؟ لا انت قاعد بتذاكر ولا انت حتى خرجت. وبناء على تبتدي اول الاسبوع الجديد مجهد تماما ومرهق. لو سمحتوا كل يوم ساعتين مذاكره، مش عايزين اكتر منهم دلوقتي. ما عدا خميس وجمعه ما تذاكرش، ما تفتحش فيهم كتاب. خلاص كده؟ اتفرج على بقيه الاسبوع ما تبقاش ان انت تذاكر. انما انت لا ذاكرت طول الاسبوع. هو ايه طبعا ما تقوليش بتعترف طبعا، احساس بالذنب حتى وانت خارج حاسس بالذنب، فلا انت مرتاح ولا انت بتجي تذاكر. كل حاجه تبقى منظمه، كل يوم ساعتين مذاكره قرايه، وخميس وجمعه ما تفتحش كتاب. خلاص؟ بس مش عايزين اكتر. دي صعبه في ايه؟ كل سنه بقعد اقولها وبرضه اخر السنه تلاقي طقم جاي بالابتسامه العريضه جدا. وبعدين بقى يا دكتور احنا بننام. فطبعا بقى من كتر الهم اللي نزل على دماغك عايز تنام، تاخد ايه عشان تصحى؟ ولا بينفع من كتر الاكتئاب بعيد عنك ما بيكبس في الاخر
على راي واحد صاحبي كان يقول لي اخر السنه ترن في ودني اغنيه ام كلثوم، عارفينها؟ فات الميعاد وتفيد بايه يا ندى؟ ادينا بنقول من الوقت لو سمحت الوقت مرحب وحلم خد من ساعتك لدقيقه بجد يبقى السؤال دلوقتي وبعد كده ما تكتشف يا دكتور بقى فيها رزمه انا عندي اكسترا سكور واحد يقول لك ايه طب ارزيزما ده انا ببقى ماشي زي الفل وطبعا بيبان متعصب انه بيفتكر انه مات يقعد يبص في وش الناس ها انا صاحي ولا وقعت ما هو شاكك لكون عفريت وهو اللي طلع الرقم نلتزم لو سمحتوا من دلوقتي اللي يتاخد في اليوم يتقل مش عايز اكتر من قرايه ايه رايك مش عايز تركيز ايه رايك هتمشي وتمشي تذكروا هذا الكلام على شهر 7 متفقين حد كان عايز يسال حد اللايبوتروبين دي ميتابوليك اكشن متعدده لكن ملوش دور اساسي في الهرمونات يا ولاد عظيم اللي فاضل عندنا ونختم النهارده البوستيريور بيتيوتري في الواقع البوستيريور بيتيوتري يا ولاد ريزرفوار ما هياش بتصنع فيها حاجه هو بيتخزن فيها هرمونين انتي دايوريتيك هرمون واسمه التاني ايه؟ فازوبريسن والهرمون التاني الاوكسيتوسين الاوكسيتوسين في الواقع ليه دور مهم جدا في الميد يعني لما يبقى فيه بريست والبريست ده فيها الفيلاي ده الفيلاي دي فيها برولاكتين بواسطه البرولاكتين بقى فيها ميلك البيبي بمجرد ما يعمل سايكلينج الاوكسيتوسين يخرج يعمل كونتراكشن في المايوفايبروبلاست فيحصل ميلك ايجكشن عظيم ده دور الدور الاساسي الثاني في الولاده عشان كده لما تقف في كشك النساء هتلاقوا لو واحده متاخره في الولاده يقول لك عايزين نديلها حاجه تحمي الطن روح معلها سنسنون هو الاوكسيتوسين في الوليد يخش يعمل كونتراكشن في الاوتراس عشان ينزل ولكن في الواقع هرمون الاوكسيتوسين ليه دور اكبر من كده الاوكسيتوسين ليه دور اكبر من كده احنا دلوقتي بنسميه هرمون السعاده لانه بيقالوا دوره في اعتدال الحاله الذاتيه عشان كده السايكاتري اكتشفوا ان في ناس عندهم بايبولر مانيك ديبريسيف ديس اوردر يعني طبعا حضراتكم في تريند يعني طبعا بتعتقد دايما كل واحد عنده سنه كتاب صغيره ده عادي تاخده مع رقم قومي وانت داخل طبعا كمصري والجزء الثاني وانت داخل بتاخد كارنيه كليه الطب عاد شيكو عارف ايه واخد كام وانت طالع السلم وبص جنبك كده هتلاقي في حاجه طالعه جنبك ده الكتاب بتاعك بيختلف عنه من واحد لتاني في كليه الطب اي واحد بيبتسم في كليه الطب وبيضحك كتير قوي عنده حاجه من اثنين يا اما باع القضيه خالص تمام يا اما طرقع خالص يعني حتى الربع اللي بيروح ويطلع بيبقى طاقه ففي الواقع في مراحل عندنا في حاجه اسمها تايب سيميك بيرسوناليتي هتلاقي في ناس كده فترات مكتئبه لوحدها وفترات مبسوطه لوحدها ده طبيعي يعني وفي طب كتير يعني تمام انما لو الامور ضربت والفيوزات ضربت بعد ثلاث اربع امتحانات ورا بعض وبالذات لو دخلت في امتحانات البطنه للفيبيتس بتوعنا هيسدوك الشعراء عليك وتغلب شوف بتقول ايه فبعدها على طول بقى يبقى في بايبولر مانيك ديبريسيف فترات اكتئاب قليله والدنيا سودة ومفيش امل في اي حاجه ويا نهار اسود ومفيش فايده وفترات بقى هزار وضحك وفرفشه وعدم نوم بقى وايه والوان فوشيا في حلوقي في حاجات غريبه كده وعماله تاكل في كل حاجه وتصرف في كل حاجه. اكتشفوا ان في الدنيا دي بيزيد الاوكسيتوسين في البلاد دي جدا. وعشان كده هم حتى بيسموه هرمون السعاده دلوقتي. هنا اولاد الدور الاساسي في الفسيولوجي بتاعنا هو ميلك ايجكشن اند كونتراكشن او هرمون الثاني بقى عندنا هو الانتي دايوريتيك هرمون وهنا بقى لازم نفهمه لان في جزء مهم جدا اسمه دايابيتس انسيبيدس اند سندروم اوف ان ابروبريت انتي دايوريتيك هرمون سكريشن يتطلب فهم الفسيولوجي بتاعه حضراتكم احنا اتفقنا ان في سوبرا اوبتيك البارا فينتريكولار اي بي اي هي اللي مكونه في البوستيريور بيتيوتري بتاعتنا الانتي دايوريتيك هرمون سوبرا اوبتيك وبارا فينتريكولار موجودين فين؟ هايبوثالامس جنب مني هنا في حاجه اسمها اوزمو ريسبتور اسمها اوزمو ريسبتور ده جزء الجزء الثاني حضراتكم عارفين الرينال تيوبيولز مومنتس كبسول بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول
نخش على المظله اللوبو فانلي نستل كونفوليوتد تيوبولز ثم نرجع تاني المظله عن طريق كونكتد تيوبولز. اللي هينزل كده هينزل على الوقت. عندي هنا كلوميرولس افرنت ارتريول كلوميرولس افرنت ارتريول اند بينيتوبولار كابيلاري بيت. بينزل كلوميرولار فلتريشن بقيت هنا. كل ما هو مفيد هنرجع نمتصه هنا. واللي يكون وينزل هنا في اللوبو فيني ميه. الميه دي لو كملت ونزلت على الشارع هتبقى يورين. يا اولاد هتبقى يورين. في الواقع الاوزمو ريسبتورز اللي بنسمعها اللي في الهايبوثالامس بتقيس الاوزمولاريتي. حد عارف يعني ايه اوزمولاريتي؟ يعني ايه الاوزمولاريتي اوف ذا سوليوشن مثلا؟ تركيز. رافلي هي كونسنتريشن لكن ات از ذا نمبر اوف مولكيولز. يعني الصوديوم كلورايد عباره عن صوديوم وكلورايد. لو انا جبت كيلو ميه ودوبت فيه 2 صوديوم كلورايد هيتفكوا. هيبقى عندي كام صوديوم؟ 2 وكم كلورايد؟ يبقى هنا الاوزمولاريتي تساوي 4. النمبر اوف مولكيول في كيلو جرام. عشان كده كلمه كونسنتريشن جراف. وبالتالي لو زاد النمبر اوف مولكيولز بقت الاوزمولاريتي ايه؟ عاليه. كده متفقين. حلو. لو حضرتك جيت في شم الفسيخ، عارفين شم الفسيخ طبعا. وان كل الاعياد المصريه بتميز باكل. يعني حضرتك حتى ما بتيجوا تخرجوا تتفسحوا، ما بتبقوش ساعات مهتمين انتوا رايحين فين. بس مهتمين بايه؟ مين اللي هيجيب لك؟ وكل عيادنا كده، العيد الكبير لحمه، العيد الصغير سمك، شم الفسيخ يبقى فسيخ. حضرتك ضربت سمك معفن حيث كميه ملح رهيبه. كميه ملح رهيبه. الاوزمولاريتي بتاعت الدم اخبارها ايه؟ عاليه جدا. مين اللي هيحس؟ الاوزمو ريسبتورز. الاوزمو ريسبتورز دي هتبعت ستيميوليشن بالسوبر اوبتيك وبارا فنتريكولار نيوكلياي يروحوا مطلعين انتي دايريتيك هرمون والاسم الثاني فازو بريسين. يقول له احنا في عرض الميه، ارجوك احنا في عرض الميه مش عايزين نفرد ميه. يروح عامل ايه؟ يجي الفازو بريسين يشتغل هنا على الكولكتنج تشيبيولز، يشتغل على في 1 ريسبتورز. فازو بريسين في 2 ريسبتورز. الفي 2 ريسبتورز دي وانس ان هي ستيميوليتد تروح عامله قنوات شانل اسمها اكوا بورينز. تفتح الشانل دايما المظله الاوزموتيك بريشر بتاعها عالي. فالميه اللي كانت هتنزل على الشارع تروح راجعه تاني وداخله المظله عندي. دخلت المظله عندي في عندي فازا ريكتا تلمها وتدخلها الدم. فينزل البول مركز والميه اللي انا كنت هفقدها في الشارع ترجع للدم تاني عشان تطفي الحريقه اللي انت عملتها وتحافظ على الاوزمولاريتي. مش بس كده، الاوزمو ريسبتور ده هي بتعتبر اشاره انك عطشان اشرب ميه. عشان كده اللي بياكل فسيخ بيشرب ايه؟ ميه كتير. فاشرب ميه كتير وانزل بول مركز احتفظ بالميه فتتخفف العمليه والاوزمولاريتي ما تزيدش بفضل الانتي دايريتيك. في بعض الناس نفسيا طول ما هو قاعد يقول لك ريقي ناشف وعمال اربع ميه اربع ميه بلاش في رمضان. يلا بسرعه قبل المدفع بتعمل ايه؟ تشربك 3 لتر انت مش محتاجهم، هيخلوا دمك خفيف. يعني ايه دمك خفيف؟ بس الاري تتقل. فاحنا عايزين نخلص من الميه. الاوزمو ريسبت تقول له ما تبصناش اكتر من كده، ما تطلعش دايريتك هرمون خالص. كل اللي هينزل في كولكتنج تشيبيول ما يلاقيش اكوا بورنز يعدي منها للدم تاني، فيروح نازل على الشارع وتفضل طول الليل رايح جاي على الحمام. يبقى هنا ظبط الميه كويس قوي. ظبط الميه كويس قوي. ده دور الانتي دايوريتيك هرمون اللي هيبقى اندر ذا كنترول اوف اسمه ريسبتورز اللي موجوده عندنا. فين؟ موجوده عندنا في الهايبوثالامس جنب السوبر اوبتيك والبارافنتريكلر. وفي حاجه ثانيه مهمه. طبعا عارفين البارو ريسبتورز الموجوده هنا اللي بتحافظ على البلاد بريشر. لكن في حاجه عندنا اسمها لو بريشر بارو ريسبتورز موجوده في الاتريوم. لو حصل ان انت شربت ميه وملح مش الدنيا كترت قوي، يعني انت عندك ملح كتير والانتي دايريتيك هرمون والميه اللي انت شربتها كبرت الفوليوم، صح؟ بقى عندك فوليوم اكتر من طبيعي. الفوليوم اللي اكتر من الطبيعي دوت
لما يعمل استرتش للاتريا ويملاه على الاخر هيعمل ستيميوليشن للبلب سيتوز الموجوده توقف تماما الانتي دايريتيك هرمون توقفه خالص فيبقى في تبول كتير جدا ونظبط الدنيا. يبقى معنى كده اللي بيتحكم في الانتي دايريتيك هرمون او الاسم الثاني فازوبريسين حاجتين الاوسمو ريسبتورز واللو بريشر بارو ريسبتورز اللي موجوده في الاتريا. از كلير يا شباب؟ اخيرا احنا قلنا الفازوبريسين بيشتغل على ريسبتورز في كونكتنج تيوب اسمها في 2. امال في 1 مين؟ دي اللي في البلاد فيزلز اللي ممكن تعمل فازو كونستركشن. كده نكون خلصنا النهارده الليكتشر بتاعتنا. دلوقتي بقى عايزين نتفق على المواعيد الثابته بتاعتنا. احنا دايما بنختار كل سنه اطفال عارفين بنختار الاحد والاربعاء من الساعة 2 للساعة 4 ده يوم الحد ويوم الاربعاء ده الاساس. يوم الكلينيكال هيبقى بتاعكم انتوا هتحددوه يعني هتحبوا يوم الاثنين تحبوا يوم الثلاث تحبوا يوم الخميس يوم السبت هسيبه ليكم لغاية الاسبوع الجاي بعد ما يخلصوا كل الاطفال. عايزينه الثلاث عايزينه الاثنين عايزينه الخميس هنتفق عليه بعدين. بكره ان شاء الله هيكون معاد الحصه الثانيه بتاعتنا هنتكلم فيها عن الحدث العادي اللي كل ام جايبه ابنها وتقول لك الواد قصير يا دكتور عايز يطول. يا ترى بقى فعلا الواد ده قصير عشان عنده مشكله ولا دي وسوسه شيطانيه؟ ما هو اصل منطقي تلاقي الام قايل كده والراجل قد كده وجايبه عايزه مايكل جوردن بتاع السله هيجيب منين؟ ولكن هل الولد ده فعلا عنده مشكله ولا لا؟ ده اللي هنتكلم فيه بكره وازاي نتعامل مع الحاله ديت ونعرف ايه الباثولوجي اللي اتعالج ولا نطمن الام ولا مفيش حاجه.